من وجهة نظري فإن الأنظار مسلطة حاليا على مانديلا، ولهذا بإمكاننا رؤية هذه الأعمال الفنية. نحن فخورون بها باعتبارنا فنانين ومصممين، وفي نهاية اليوم سيكون هناك احتفال بحياته أكثر بكثير من التركيز على حالته الصحية. نحن نحاول أن نبرز إرثه وما يمكن أن يتركه من تأثير في الأجيال القادمة. هناك عدة أحداث تجعل من كيب تاون مدينة نيلسون مانديلا. لقد قضى 27 عاماً في جزيرة روبن، ونال لقب المواطن الشرفي في كيب تاون التي ألقى فيها أول خطاب بعد نيله حريته على بعد خطوات من مقر البلدية. كثيرة هي الأحداث التي تربطه بالمدينة وتجعلنا نكرمه.